واتسون ام تي في الليلة على شاشة الام تي في الساعة 9 الا ربع بنكون بنقل مباشر لجيمز اوف ليجندز يلي اكيد رح تتابعوه على شاشتنا من ملعب فؤاد شهاب بجوني مع مجموعة من نجوم كرة القدم الاجانب واللبنانية كمان، اكيد كل محبي الفوتبول رح يكونوا على الموعد. اما الساعة 6 بنكون مع اخترب الحي يوميا عم بتتابعوا بهالوقت الدراما اللبنانية اخترب الحي تنشوف بعض المشاهد. اهلا وسهلا فيكم. بعتذر لانه تاخرت. زلفة مثل بنتي واعز. انت؟ انت؟ شو عم تعمل هون؟ عمو رؤوف وين بتعرف هالشخص؟ استاذ رؤوف من اصدقاء المرحوم بيي من زمان. وانت شو جابك لهون؟ جاي بخصوص شغل. انتو كيف بتعرفوا بعضكم؟ التقينا كذا مرة بالنادي بس هيك؟ ليه في شي تاني؟ زلفة شو في؟ في انه الاستاذ عم بيلحقني من مطرح لمطرح ومفكر حاله في يشتريني بمصرياته. عيب يا زلفة. استاذ رؤوف القصة انه الاستاذ جاي لهون بس لحتى يستفزني عمو رؤوف، وهو عم يعمل كل شي لحتى يجبرني انه اقبل فيه. ما بسمح لك، هلا اخر شيء كنت بتوقعه منك. بنات العالم ما بتنشرى ولا بتنباع يا استاذ. اطلع من بيتي، انتهت الزيارة. إذا شفنا مشهد من مثل القمر يلي رح ينعرض الليلة الساعة 11 المساء، أما الساعة 6 فمنكون مع اخترب الحي ومع مجموعة من نجوم الشاشة اللبنانية مع أحداث قصص حب عم تتطور مع الوقت، قصص حب، قصص خيانة، قصص انتقام باخترب الحي. خلينا نشوف. كنت عايشة بلندن؟ إيه كنت عم بدرس هونيك. ها؟ و خلصت؟ تخرجت من 10 ايام ومشيت لهون. اوف. وشو درست؟ رقص. نعم؟ درست رقص. انه الرقص بيندرس؟ شور، انا اصلا باليرينا ورحت لهونيك تعلمت كذا نوع رقص ثاني وجيت. بس انه بس شو؟ انه شو بتشتغل اذا درست رقص؟ في كثير مدارس رقص هون. اوريدي بعثت لهم السي في تبعولي وناطريني. رح اعيش عند عمتي وعلم هون. رح تعيشي هون؟ ايه هون. هون عندنا بالبنايه على طول؟ ايه عن على طول. انا جارك بالبنايه، اذا عزت شيء ما توفريني. ليه؟ جاي من بلد غريب ويمكن توزي حدا يكازدريك او يساعدك بشيء. صح، بس ايه؟ نحن جيران وجيران لبعض. ايه انا جيراني بلندن ما بعرف اساميهم. حبيبي انت هون بلبنان كلنا بنساعد بعض. بتعرف سامر ما هيك؟ صار لي 8 سنين عايشه بلندن، نسيت هون بلبنان كيف كنا عايشين مع بعض. على قدك ببيت عصير. يسلموا ايديك يا عمتو. طبريني، اهلا وسهلا فيك. ميرسي. وهي لعليك. وهي لعلي. ليك حبيبي سامر، سالي رح تعيش عندي على طول هون، بدي منك تهتم فيها وتعرفها على كل شيء في شباب وصبايا بالحي. ولا يهمك طنط عزيزة، اتركي علي. كتابة كارين رزقلا وإخراج جيسيكا تحتوح اخترب الحيك اليوم الساعة 6 على شاشة الام تي في، كونوا على الموعد. هلا واقفة من بعدها بنكون مع تالنس وسارة أكيد جبت لنا موهبة جديدة أكيد رح نشوفها ونسمعها سوا بعد هالوقفة.